من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن انعقاد القمة يأتي في سياق دولي ينطوي على الكثير من التحديات. وخلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية شدد غوتيريش على أن النظام المالي الدولي في أزمة، وأن الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد بعد عقود من التقدم. هذا أساس ممتاز للعمل لنستجيب للصعوبات التي تواجهها دول كثيرة نامية، لأن الجمود ليس خيارا متاحا لنا. النظام المالي الدولي في أزمة، لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، ولكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوما بعد يوم. حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم.